صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت له عائشة رضي الله عنهما قلت يا رب؟ يقول أحسن الله إليكم: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته عائشة رضي الله عنهما عائشة مثنى، لعل يقصد عائشة وأبيها، ما ذكر أباها رضي الله عنها. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، ألا نبني لك بمنى بيتا يظلك؟ قال: لا، منى مناخ من سبق. فما معنى الحديث؟ معنى الحديث أن أحدا لا يحمي منى عن الناس، إنما يأخذ قدر حاجته، وكل من وصل إلى منى يأخذ قدر حاجته فقط، يترك الباقي للناس، ولا يجوز لأحد أن يبني فيها بناء يستمر له، إنما كل سنة يأتي وينزل في المكان الذي يتيسر له. نعم.